بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم في اليوم الثالث لبرنامج مهارات الاتصال الفعال. وفي المحاضرة السابقة تناولنا العديد من المفاهيم في إطار أنماط ونظريات وأساليب ولغة الجسد وبعض الحركات. اليوم إن شاء الله نتناول هذه العناصر. أولا مقومات الاتصال الفعال، الإنصات وتعريفه وميزاته، كذلك مراحل عملية الاتصال ودلائل الاتصال الجيد وإتقان فن الكلام وطرق العملية لتحسين الاتصال والوصايا العشر للاتصال الفعال والتأثير. نبدأ بمقومات الاتصال الفعال. لدينا الإصغاء والاستماع، معنى الاستماع ومعنى الإصغاء أو الإنصات. الاستماع هو الجانب العضوي من عملية الإنصات، وهو عدم التفرغ التام لهذه الآلية مثل الاستماع إلى الراديو أثناء أداء العمل. أنت ماشي بالعربية، أنت في أي مكان تسمع في الراديو، ده استماع دون تركيز، دون إعطاء بعض الاهتمام لكي تفهم أو لكي تركز. أما الإصغاء والإنصات هو الاستماع المركز، الفرق بين الاستماع والإنصات هو هنا الاستماع المركز لمجموعة من المعلومات حول موضوع ما، وذلك لتحقيق التفهم الكامل لذلك أو لذلك الموضوع دون أي انقطاع. هنا من خلال الإنصات ومن خلال الإصغاء تفهم المعلومات أو تحاول تركز في المعلومات وتحللها وتستنتج هذه المعلومات، وبالتالي تستطيع أن تستدرك وتستطيع أن تسترجع المعلومات من خلال الإنصات. مراحل عملية الإنصات لدينا: أولا الاستماع، بعد الاستماع تفسر التفسير، وبعضها الاستيعاب، بعد التفسير تستوعب المعلومة، وبعدها تتذكر المعلومة، مرحلة التذكر، ومرحلة التقييم، ومرحلة الاستجابة، تقيم المعلومة ثم تستجيب للأفكار والمعلومات. فبالتالي هذه المراحل في إطار عملية الإنصات مهمة جدا، وبالتالي المصطلح الخاص بالإنصات أقوى من الاستماع من خلال فهمك ومن خلال إدراكك ومن خلال استنتاجك للمعلومات بشكل أكبر. وبالتالي في إطار عملية الاتصال يعتبر الإنصات مهم جدا. كيف تنصت للآخر؟ كيف تستمع له بشكل جيد؟ وبالتالي لكي ترد عليه، لكي تعطيه تغذية راجع، لكي تعطيه رد عن ما قاله أو عن ما ذكره أو عن ما طرحه من أفكار سابقة. دلائل الإصغاء أو الإنصات: لدينا هنا إعادة نص ما قاله المتحدث، عدد من المراحل أو عدد من المحاور في إطار الإصغاء الجيد. إعادة نص ما قاله المتحدث، تستطيع أن تعيد ما قاله المتحدث، أو إذا يعني أعدت ما قاله المتحدث بالتالي يحس المتحدث باهتمامك لكلامه أو لحديثه. كذلك توجيه الأسئلة من خلال ما قاله المتحدث، توجه له الأسئلة في نقطة معينة في بعض النقاط، كذلك تقدم استجابات تتسم بالعاطفية. هنا لا بد للحديث أن يكون هنالك في الحديث مرونة واستجابة، وكذلك يعني تماشي وفي تفاهم في إطار الحديث، فبالتالي تقدم استجابات تتسم بالعاطفة والمرونة. كذلك إعادة صياغة النص بكلمات أو عبارات أخرى، نفس الكلام يمكن أن تعيد كلامه أو بعض العبارات بمفهومك أو بطريقتك الخاصة، وبالتالي يعني تعطيه أو تعيره اهتمام، تعير اهتمام للجانب الآخر. كذلك التلخيص العام والإجماع، هذا في إطار دلائل الإصغاء. لكي نتقن فن الكلام، وفن الكلام مهم جدا في يعني في وقت السرعات من خلال سوء التفاهم ومن خلال عدم التفاهم ومن خلال المشاكل التي تحدث من البعض في إطار سوء فهمهم
وبالتالي لابد أن نتقن فن الكلام، لابد أن نستطيع أن نتحدث، أن نعرف بعض المعاني، وأن نتقن الكلام، وأن نتقن الاستماع، وأن نتقن كل فن الكلام. وبالتالي لابد أن تتكلم بثقة ورزانة لكي يفهمك الآخر، ولكي يعني ينصت لك. أجعل الأفعال دائما أقوى من الكلمات، إذا تكلمت فأفعل، أو حاول تطبق ما تحدثت عنه أو ما وعدت به الآخر. أظهر اهتماما خاصا بمحدثك، والاهتمام كما تعلمون دائما وأنت تتحدث مع الآخر، وأنت تتكلم مع شخص حاول أعير اهتمام من خلال نظراتك، من خلال لغة جسدك، من خلال ابتسامتك، من خلال تماشيه مع حديثك، وهكذا. لا تزهد أبدا في الابتسام، الابتسام مهمة جدا أثناء الحديث. كذلك دعه يتكلم عن نفسه وشجعه، أعطيه فرصة. البعض لا يعطيه فرصة تماما إذا أنت بتتحدث معه، دائما تجد بعض الناس أو بعض الأفراد يتحدثون، أعطيني فرصة دقيق دقيق، إلى أن ينتهي الحديث لا يعطيه الطرف الآخر فرصة، فبالتالي هنا لا يكون هنا الاتصال موفق. فبالتالي لا بد أن تعطي الآخر فرصة لكي تشجعه، ولكي تفهمه بشكل أكبر. قلل من الكلام عن نفسك، وهنا الكلام عن النفس الأول، الشخص إذا تحدث عن نفسه سيترك أثر سالب عند الآخر، هذا معروف في المجتمعات ككل. أخاطب الناس على قدر عقولهم وبالمنطق الذي يفهمونه. لازم تقدر تخاطب الآخر بمنطقك وبحديثك وبطريقتك في الكلام وب أسلوبك الخاص. كن دقيقا وأمينا في اتصالاتك، في الكلام ما تكذب، كن صادقا، ودائما تحرى الصدق في الكلام. كيف أطور أسلوبي في الكلام؟ لكي تطور أسلوبك في الكلام، استمع إلى المتحدث الجيد أو المتحدثين الجيدين وقلدهم. بتلقى في كثير من العلماء والخبراء والاستشاريين والخطباء يتحدثون في الوسائل المختلفة، في التلفزيون، في التلفاز، في اليوتيوب، في غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. استمع إليهم وقلدهم. مثلا عندنا دكتور راتب النابلسي، عندنا طارق السويدان وابراهيم الثقي رحمه الله وغيرهم، تستمع اليهم و تنظر الى الفرق، او تستطيع ان تتخيل كلامهم وتاثير كلامهم على الاخرين. برمج نفسك على اللباقه في الكلام، تستطيع ان تبرمج نفسك من خلال تدريبك أو من خلال تدربك على الكلام. كذلك كن كثير المطالعة عن الناجحين، الناجحين كثر، فبالتالي اقتدي بهم، وحاول أن تكون ناجحا من خلال اطلاعك على سيرة الناجحين. حفظ الأشعار ومأثور القول والقصص والنوادر، إذا في الخطابة مثلا، في المساجد مثلا، في هذا الفن لابد أن يكون هنالك أشعار، ولابد أن يكون مأثور القول، ولابد أن يكون بعض الطرائف والنوادر لكي تجذب الآخر. دائما بنلقاها في مثلا، بنلقى هذه الجوانب في المساجد مثلا، أن يتميز الخطيب بحفظ الأشعار والآيات والأحاديث وغيرها من مأثور الكلام، وقول السلف الصالح وقول الصحابة رضوان الله عليهم وهكذا. كذلك كن بنكا للطرائف والنكت المسلية، دائما كن لطيفا، دائما حاول أن تكسر روتين الكلام الرسمي وغيره من خلال كلام من خلال نكت، من خلال كلام لطيف. كذلك تدرب على الثقة العالية والمهارة الاتصالية أثناء الاسترخاء، وأنت مسترخي وأنت جالس في مكانك لوحدك، وأنت جالس في المكان الذي يريحك، دائما حاول أن أرفع من ثقتك، وتدرب في هذا الجو اللطيف، أن تتدرب على الاسترخاء، وأن تتدرب على الكلام الجيد، وأن تتدرب على
فن الإرضاء والخير. الطرق العملية لتحصيل الاتصال، هنالك طرق مختلفة واشتراكيات مختلفة لكي تحسن من عملية الاتصال. أولا الركن اللغوي، وهذا الركن مهم جدا، لابد أن تكون دقيقا وواضحا ومحددا في كلامك. إذا الكلام كان واضح وإذا الكلام كان محدد أكيد سيفهمك الآخر وأكيد لا يمل من كلامك. عبر تعبيرا سهلا بسيطا ذا دلالة، تستطيع أن تعبر بكلام ذا دلالة وبمنطق وكلام مفهوم. كذلك اختر المقال المناسب للشخص المناسب، تستطيع أن تحدث الطفل مثلا بطريقته يعني بأسلوبك الخاص وباستراتيجيتك الخاصة، كذلك مدير المؤسسة، كذلك العالم وغيره. تستطيع أن تجعل لكل مقام مقال، لا تسرع في إخراج العبارات وأضبط إيقاعها داخليا، وهذا الدور والعنصر مهم جدا. دائما تريس في الكلام، دائما يعني حاول أن تجعل للكلام مضمونا ومعنى. حاول إثراء مفرداتك اللغوية من خلال القراءة والاستماع، المفردات والكلام حاول تطور مهارتك من خلال قراءة المجلات وقراءة يعني القرآن وقراءة المفكرات وغيرها من الموضوعات، وبالتالي وكذلك استمع لما يقوله الآخر العلماء والمفكرين من خلال الندوات والبرامج. استمع وسوف تتدرب على الكلام الجيد والكلام الذي لديه معه الكلام ذو معنى. أيضا ضمن الطرق العملية لتحسين الاتصال لدينا ركن ما يسمى بالركن السلوكي. الركن السلوكي أفهم الطرف الآخر. إذا فهمت الطرف الآخر محدثك تستطيع أن تتماشى معه في الحديث، تستطيع أن تتبادل معه الحديث وفق ما هو مطلوب. شجع النقد والمعارضة، شجع دائما يعني إذا انتقدك الآخر لا تزعل، إذا انتقدك الآخر لا تكشر، فبالتالي شجع نقده وبالتالي أجعل منه يعني حل لمشكلاتك. كذلك تحرى الأمانة في نقل الرسالة واستلامها. الأمانة مطلوبة في كل شيء، خاصة في نقل الرسالة وفي الكلام وفي الحديث. فرق بين الحقيقة والرأي والتخمين والإشاعة، وهذه مشكلة الكثيرين، لا يفرق ولا يعرف ما بين الحقيقة والرأي والتخمين والإشاعة، وما أكثر الإشاعة في زماننا. كذلك طور مهاراتك الإصغائية من خلال الإنصات عن طريق الملاحظة والنظر إلى محدثك، يعني أنظر إلى محدثك، حاول تتبادل معه الحديث من خلال لغة جسدك والاهتمام بطريقة جلوسك وطريقة كلامك وطريقة إيماءاتك ولغة جسدك كما ذكرنا. أيضا ضمن الطرق العملية لتحسين عملية الاتصال لدينا الركن التنظيم، ومن خلال هذا الركن لابد أن نتعرف على مصادر المعلومات، ننتقي المعلومات ودائما من مصادرها والبيانات. لابد أن تتعرف أو لابد أن يعني تنقح المعلومات والمعلومات بل المعلومات المفيدة، المعلومات التي تتماشى مع يعني الموضوع والفكر. كذلك تعرف على القنوات المتاحة للاتصال، إذا كان يعني الآن عندنا السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتساب وكذلك الفيسبوك وغيرها، تعرف على كل الهاتف والإيميل وغيرها من وسائل التواصل، فبالتالي أفهم مزايا وعيوب كل من هذه القنوات، أفهم مزايا كل من هذه القنوات، قنوات الاتصال المختلفة. بعضهم يعني يتحدث عن الفيسبوك لا يريحه، كذلك عن الواتساب بطريقة إيجابية وبعضهم بطريقة سلبية، الإنستغرام بطريقة إيجابية أو سلبية، التليفون وهكذا. فكل يعرف القناة أو الوسيلة التي تريحه في نقل
المعلومات وفي تبادل الأفكار والمعلومات. استخدم القنوات المناسبة للاتصال للاتجاهين، يعني وأنت تتحدث أو أنت يعني تريد أن تنقل بعض المعاني والأفكار والمفاهيم، اختر بعض الوسائل الاتصال للاتجاهين. يعني ممكن تختار مثلا الهاتف، وتختار مثلا وسائل التواصل الاجتماعي. مثلا إذا لم تستطع مثلا أن تحدث شخص في وقت متأخر من الليل مثلا، ستحدثه أو ستنقل إلى رسالة عبر مثلا الواتساب وغيره. كذلك يعني تتحدث معه وجها لوجه، وكذلك بالهاتف. أيا كان يعني تختار الوسائل المريحة في إطار نقل معلوماتك وفي إطار يعني تبادل الأفكار. استفد من التنظيم غير الرسمي في تعزيز التنظيم الرسمي. التنظيم الرسمي في إطار العمل والروتين العمل، كذلك التنظيم الغير رسمي يكون من خلال يعني بعض المزاح في العمل، وبعض مثلا شرب القهوة، ويعني كلام يكون خارج إطار العمل. فبالتالي أثناء الحديث غير الرسمي يمكن أن تعزز مثلا بعض الأدوار الرسمية، مثلا أثناء شرب القهوة، أثناء بعض الجلسات من خلال الموظفين، الجلسات مثلا في تبادل الأفكار، في غيره من الجلسات. كذلك أعمل على أن تكون حلقة وصل بين من هم فوقك ومن هم دونك، وهذا دور مهم جدا. لابد أن تخلق ألفة ومودة بينك وبين الآخرين من خلال الكلام الطيب، من خلال حديثك الشيق، من خلال فهمك للآخر إذا كان رئيسك أو كان مرؤوسك. فبالتالي تستطيع أن تخلق يعني حلقة وصل، وتربط حلقة هذه الحلقة وصل هذه الحلقة من خلال فهمك للآخر مهما كان منصبه أو وضعه في الاجتماع. لدينا وصايا مهمة جدا للتأثير في الآخرين، أي الوصايا العشر للاتصال الفعال والتأثير. هذه ما تسمى باللمسة الإنسانية في المونتاج. اللمسة الإنسانية، أولا استمع إلى الآخر، استمع إليه غير فيه. كذلك احترم شعوره، understand his feeling. كذلك حرك رغبة الآخر، حرك رغبته، motivate his desire. حرك رغبته، أي يعني تستطيع أن تشجعه من خلال الكلام، وتستخرج منه عبارات وكلام ممكن أن يفيد، وتستطيع أن تشجعه بالكلام وتحرك رغبته في الحديث. يعني تسمع بعض الأفراد أو شخص يتحدث مع الآخر، بعض حديثه يعني يقول لك مثلا أنا لا أريد أن أتحدث مع هذا الشخص بأي شكل من الأشكال. فهذا مثلا يعني يكون قد أخذ بعض المواقف في كلامه وبعض الانطباعات. قدر مجهود الشخص الآخر أو قدر مجهود محدثك، فبالتالي appreciate his effort. تستطيع أن تقدر مجهوده، تستطيع أن تشكره على ما قاله، ويعني كذلك من خلال تشكر أو من يعني تحاول تحفز يعني تحفزه من خلال فهمك له وهكذا. كذلك مده بالأخبار، تمده بالأخبار الجيدة، بالأخبار يعني ممكن أن تفيد الطرف الآخر وتفيد المجتمع، وكذلك الأخبار اللي ممكن تخلق بينكم مودة وإلفة وهكذا. أيضا من الوصايا العشر للاتصال الفعال، درب الآخر من خلال يعني تستطيع أن تتدرب بالكلام الجيد وبالاستماع للآخرين كما تحدثنا ترين. أرشد الآخر أو أرشده، open his eye. أرشد محدثك وأرشد نفسك دائما بالكلام الطيب وبالكلام يعني بالعبارات الجيدة وبالكلام الذي ممكن يعني يحفز ويشجع دواخلك، وبالتالي تستطيع أن تتبادل الحديث مع الطرف الآخر.
تفهم تفردي. Understand his uniqueness. لكل شخص يعني مثلا لغة محددة واستراتيجية وطريقة محددة ويعني أسلوب محدد يتفرد به، فبالتالي لابد أن تتفهم تفردا آخر، اتصل به، contact، اتصل بالآخر، ودائما يعني شجعه من خلال الكلام الطيب، تبادل معه الحديث الكلام الطيب، وبالتالي تستطيع أن يعني تجذبه من خلال حديثك ومن خلال فهمك له. أكرمه، honor him، تكرم الآخر، والكرم في الحديث وفي والكرم عند العرب كما نعلم وفي الإسلام وفي الأديان المختلفة مطلوبة، فبالتالي نستطيع أن نكرم الآخر ويعني نجد قبول عند من يكرمك، ستجد قبول عند من يكرمك، ستجد قبول عند من يعني يحدثك بشكل طيب، بشكل يعني متفهم، بشكل جاذب، فبالتالي تستطيع أن دائما تنجذب لمن يحدثك باحترام وبمرونة وبتفهم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نواصل ضمن متطلبات مهارات الاتصال ولغة الاتصال، ونلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.